اهلا بيكم يا صحابي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه الارشيرو، وانا هلعب مكان الحصن المهجور. المكان ده صعب قوي قوي قوي، وهوريكم ازاي تكسبوه. يلا بينا نبدا. انا اخترت واحد جديد عن الاول. يلا يا ريت تجي. ايوه ايوه كده جت على 1200. بجد الدور ده يعني مش عارف اقول عليه ايه، صعب جدا. الضربة بتاعتهم دي الصفرة دي قوية جدا 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 قوية جدا. مرة بعد 15 ثانية بيجيبوا لي أشرار مرة تانية، يعني بيجيبوا لي الناس الوحشين. انت عارفينهم يعني. ده الراجل الجديد اللي انا اشتريته ده قوي قوي، بص معلش ولا قلب من ساعة ما انا دخلت. انا اخترت البتاع دي، يعني بتطلع ابيض علشان قوية جدا، بتضرب في كل اتجاهات. استنى ايوه ده ابتعدوا عني. اكتر بقى واحد غير هو بتاع العاصفة ده، بجد هو بينرفزني بينرفز. بس دول ضعف اكتر من المكان الاول. ايوه دي ايوه جتت لي كده في اول مره. دي بتقوي هجومي. الوحش ده مقرف وبينرفز. ايه ده اول مره الوحش ده بياخد وقت في الموت. يا ريت تيجي الذكاء. لا 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 تعال على خلاص انتهى، ما جيش على الذكاء.
هم دول الخلية مش عارف. أصحابي الأشرار، بس ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب. ما بحبش الراجل ده. ايوه ضربه وغلز. قليلة خالص خالص. دي أخيرا ده أسهل واحد، ما أقدر أكسبه من غير ما أقل ولا هيلث ولا هيلث. الله اضرب يلا اضرب. ايوه النجمه دي بتجيب درع في الوقت المناسب، يعني كل 10 ثواني تيجي مره. مش في الوقت المناسب، يعني كل على حسب ميعادها. لا ايوه الحمد لله الحمد لله. قال لي الدرع وهم كانوا بيضربوا فيا، الحمد لله اللي هي حاجة يعني ضربتهم لمستني بس ما سويتش فيا. ايوه كسبت يعني كسبت الواحد. تيجي الدرع
السلاش ده اللي بيجي يلقط كده، ده كان في الجزء الأول طبعا زي ما تعرفوا، موت الوحش اللي بيطلع نار. الحمد لله اللي جه في الوقت الصعب. طبعا زي ما انتوا عارفين لو انا فضلت واقف مستمر كده في النار بتاعت الوحش ده، هقعد اقل واقل واقل لغاية ما يعني اخر لحظة. خلصتوا؟ ايوه كده. جتت لي حاجات حلوه. قلب قوي. القلب القوي ده شكله ملهوش حيث ما بيعملش حاجة ولا بيقوي هيلث. يعني ارض المكان ده بجد انا هو منرفزني جدا من كتر الصعوبة، يعني من كتر الصعوبة منرفزني. ايه ده؟ ايه كل الصعوبة؟ طب بصوا يا اصحاب، انا هقف لحد هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم بكل جديد مني. باي باي.